عناوين كثيرة ستتصدر واجهة الرابطة الثانية موبيليز في جولتها السابعة المليئة بالمباريات المثيرة، بين متصدر يبحث عن توسيع الفريق وترسانة من الملاحقين، فيما يبقى المتدير يبحث عن خيط رفع من الأمل. رحلة المتصدر اتحاد بالعباس إلى ملعب 20 أوت ببرجوار ريج تحذوها رغبة شديدة في العودة بالزاد كاملا من ميدان مضيفه الأهلي، وبالرغم من القوة الضاربة للمكرة التي حصدت 14 نقطة جعلتها تتزعم سلم ترتيب، إلا أن زحف البريجية صوب كرسيه الملاحقة بفوزهم الأخير بثلاثية نظيفة سيجعل الاتحاد يفكر مرتين قبل دخول المواجهة. من جهته شباب بتنا القابع في المركز الثاني سيتربص أي تعثر للمتصدر بغية اللحاق به في منصة الريادة، ومع ذلك لن يكون تنقل أبناء الوراس لملاقاة أولمبي المدية المتهاوي في الجولة الماضية على ميدان جمعية الخروب، والذي لن يسمح بسقوط جديد على ملعب إمام الياس. أما مواجهة أمل بوسعادة بضيفه شبيبة سكيكدا فلن تخلو من الإثارة والمتعة، خاصة وأن حصد النقاط الثلاث لكلا الفريقين يعني الهروب أكثر من زحمة وسط الميدان وتضييق الخناق على كوكبة المطاردة. مباراة ستكون أيضا فرجة بين جمهور الأمل الحاضر بقوة في مباريات فريقه وجمهور روسيكادا المتواجد أينما حلت الكحلة والفيضة. شبيبة بيجاية التي حققت فوزها الأول في الجولة الماضية ستسعى لمواصلة الاستفاقة بميدان بوعقلب وهران حين تحل في ضيافة أولمبي أرزيو الذي لا يبدو في أحسن أحواله، وأي تعثر جديد قد يبعثر أوراق الوما. من جانبه أتلتيك بارادو الذي لم يجد ظلته بعد مع كبار ليغ 2 فسيكون أمام فرصة مثالية للخروج من ذيل الترتيب حين يستقبل على ملعب الدار البيضاء شباب عين فكرون صاحب المركز ما قبل الأخير.